بالنسبة للأسعار، الحقيقة أن هناك غلاء وارتفاع في أسعار المواشي والحيوانات في فلسطين عامة وفي قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية، وهذا يرجع إلى أن هذه الأضاحي هي أضاحي مستوردة وليست تربية تقوم من تربيتها في غزة أو في فلسطين، وإنما هي أضاحي ومواشي مستوردة، فيفرض عليها ضرائب كثيرة، عدة جهات تفرض عليها الضرائب. وأيضا في هذا العام كان هناك بسبب الحرب في أوكرانيا غلاء في الأعلاف وفي أطعام الحيوانات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى هذا الكم الكبير، يعني أو الفرق الكبير. نشكركم شكرا جزيلا على تبرعكم وعلى مساهمتكم في التخفيف عن أهل فلسطين وفي مساندة الشعب الفلسطيني. تريمكسي سيموا، تريمكسي سيموا، وكل عام وأنتم بخير. هاري رايا عيد الأضحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.